عهد البولاريس، تميز التقنية، شراكة المستخدم، جدية التطوير. أهلا بكم أصدقائنا في سلسلة تروس البولاريس التطبيقية، تعدها وتقدمها لكم ثلة متمرسة من فرسان التقنية بإشراف الناطق بيت التقنيات البصرية العربي الأول. استماعا ماتعا وفهما راسخا نرجوه لكم. www.natic.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما يصلكم هذا الصوت وعبر أي وسيلة كانت، في هذه الإضاءة حول تطبيق من أجمل تطبيقات البرايل سينس بولاريس المصاحبة لنظام أندرويد، وهو تطبيق مستندات. هو من التطبيقات التي أنتجها نظام الأندرويد واعتنت بها شركة جوجل، وهي موجودة على أجهزة الأندرويد والأجهزة العاملة بنظام الآي أو إس، وبإمكانها الدخول على المستندات من خلال الولوج إلى الحساب، وكذلك بالإمكان أيضا الدخول إليها عبر الموقع بدون docdoc.google.com. تستطيع أن تدخل إلى مستنداتك وتحررها وتصعدها من الحاسب الآلي أو عبر أي وسيلة كانت، لكن بطلنا اليوم هو البرايل سينس بولاريس الذي سيدخل على تطبيق المستند أو تطبيق مستندات إن شاء الله بطريقة جميلة جدا وسلسة، وستعرفون لماذا هي سلسة. ندخل الآن من خلال الضغط على الانتر. مستندات يتم استخدام الحساب www@gmail.com. نعم، يتم استخدام الحساب، طبعا ذكر هو حسابي بالبريد الإلكتروني، وأيا كان حسابك في جوجل ستظهر لك هذه العبارة من خلال تسجيلك في هذا التطبيق، والذي هو أيضا يتم من خلال تسجيلك في متجر جوجل بلاي عبر البرايل سينس بولاريس، أسوة ببقية التطبيقات المصاحبة في جوجل. أول جزئية في هذا التطبيق هي باتن قائمة مستند جديد انتر كلمة حديد. مستند جديد، هذه طبعا أول، طبعا هذا في أنا مركب فلاش فيبدو أنه الفلاش اختل، ما عليكم من هالعبارة. المهم أنه مستند جديد، المستند الجديد راح نأجله شوية وراح تعرفون ليش أنا أجلته. نمشي بمفتاح المهمة رقم 3، فتح درجة تنقل. خلونا نشوف إيش في درجة التنقل هذا. نضغط الانتر، قائمة على شكل قائمة. نضغط مفتاح المهمة رقم 3، تم تسجيل الدخول إلى www@gmail.com انتر كلمة حديد. بيّن لي أنه تم تسجيل الدخول إلى حسابي. بعدين التبديل إلى freedom14@gmail.com انتر كلمة حديد. التبديل إلى وذكر حساب آخر. هنا يعني ميزة جميلة جدا في تطبيق المستندات، وهو أنه أنت إذا كنت قد دخلت إلى متجر جوجل بلاي أيضا بحساب آخر غير حسابك الرئيسي اللي دخلت فيه، تستطيع ومن خلال تطبيق مستندات أن تبدل بين الحسابين، بمعنى أنك من خلال هذا التطبيق تدير مستنداتك في حسابين أو أكثر من حسابات جوجل، وهذا شيء رائع جدا. نمشي بمفتاح المهمة رقم 3 أيضا، باتن عرض الحسابات انتر كلمة حديد. يعرض الحسابات، عرض الحسابات يعني طبعا اللي هو عرض الملف الشخصي لكل حساب، وإدارة الحسابات يعني بمعنى أنه يولجك إلى دقائق حسابك، وهذا طبعا يحصل في مختلف تطبيقات جوجل. نمشي أيضا بمفتاح المهمة رقم 3، الأحدث انتر كلمة حديد. الأحدث
اللي هو طبعا يعني سيبين لنا المستندات الأحدث، سيظهرها لنا. وكذلك عندنا تمت مشاركتها مع مندركي للت حديد، تمت مشاركتها مع مستندات جوجل اللي يتم تصعيدها إلى الحساب. بإمكانك أن تقوم بمشاركتها مع الأشخاص المضافين لك في حسابات جوجل مثل جوجل بلس. فتستطيع أيضا من خلال هذا الخيار أنه أنت تبحث فقط عن المستندات التي قمت بمشاركتها مع أصدقائك. نمشي بمفتاح المهمة رقم 3 أيضا. مميز بنجم أندركي للت حديد، مميز بنجمة. هناك مستندات ميزت بنجمة تريد أنت أن تبحث فيها فقط. عندك أيضا بالاتصال أندركي للت حديد، بالاتصال. المستندات تستطيع أن تراجعها من خلال الاتصال بالتطبيق مباشرة، وتستطيع أن تحفظها بالاتصال يعني على الجهاز، وتراجع الملفات المحفوظة بالاتصال، وهذه ميزة جميلة جدا. نمشي بمفتاح المهمة رقم 3. المهملات أندركي للت حديد، المهملات اللي هي تراش، ريسايكل بن، سموها ما شئتم. المستندات التي يتم حذفها تنتقل إلى المهملات، علك تتراجع عن حذفها وتعيدها. طبعا أنا أمر هنا في القائمة الرئيسية في فتح درج التنقل دون الدخول إلى هذه التفاصيل. ليه؟ لأن هذه التفاصيل تتشابه مع جل التطبيقات. مميز بنجمة، مهملات، كأنك أنت تسير في الجيميل نفسه، فما نحتاج للدخول في هذه التفاصيل، ولكن فقط أمر عليها مرور حتى تعرفون ما الذي يوفره لكم تطبيق المستندات قبل أن ندخل في قصة البحث في المستندات والتحرير وما هو أهم من ذلك. أخليها لكم مفاجأة بعدين. الإعدادات أندركي للت حديد، الإعدادات هذه راح أدخل فيها فقط هنا حتى تعرفون إيش اللي ممكن إحنا نعمله في الإعدادات. نضغط الانتر. بتم التنقل الى اعلى اندركي للت حديد. طبعا هذه التنقل الى اعلى مصاحبه لنا في متجر جوجل بلاي وفي كل التطبيقات اللي نستخدمها في نظام الاندرويد عبر برايت سينس بولاريس تبين معنا. نمشي بمفتاح المهمه رقم 3. الاعدادات. طبعا هذا العنوان الرئيسي بمعنى الهيدنج. لست القسم انشاء مستندات. انشاء مستندات هذا القسم الأول. نمشي بمفتاح المهمة رقم 3. سويتفون إنشاء ملفات وير ربط، عرض خيارات إنشاء ملفات وير بتنسيق دوكس مع ملفات مستندات جوجل، تشغيل أندركي للت حديد. فيه اللي هو عرض مستندات بتنسيق وورد مع ملفات جوجل، يعني تستطيع أنت أن تعرض الملفات اللي نسقت بتنسيق وورد. أنا عامل عليها تشغيل، تستطيع أن تعمل عليها إيقاف. أنت والله عملت ملف على مايكروسوفت وورد مثلا ونسقته بخطوط بهوامش بمسافات، تريد أن تعرضه من خلال تطبيق مستندات، تستطيع أن تعمل تشغيل لهذه الميزة وتعرضه. هذا شيء جميل أيضا، وتستطيع أن تعمل عليها إيقاف بمفتاح الإنتر حسب رغبتك. نجي بعدين للقسم الثاني. القسم بالاتصال. بالاتصال هذا القسم الثاني، طبعا هو يعطيك الليستة وبعدين بمفتاح المهمة رقم 3 تعرف ايش اللي موجود في هذا القسم. سويتفون إتاحة الملفات الأخيرة بالاتصال، ستتم إتاحة الملفات الأخيرة على هذا الجهاز تلقائيا، تشغيل أندركي للت حديد. إتاحة الملفات الأخيرة بالاتصال، وبمعنى أنه ستتم إتاحة الملفات على هذا الجهاز تلقائيا. أنا أيضا عمل لها تشغيل، هذه من الميزات المهمة، يعني اللي لربما ما يعمل لها إيقاف إلا شخص له غرض معين في هذا الإيقاف. أنا شخصيا عمل لها تشغيل، وهي طبعا من الميزات المهمة. الملفات الأخيرة اللي فتحتها تعرضها بالاتصال. نمشي بمفتاح المهمة رقم 3 أيضا. القسم ذاكرة التخزين المؤقت للمستندات. ذاكرة التخزين المؤقت للمستندات تتيح لنا ماذا؟ لست محو ذاكرة التخزين المؤقت، إزالة جميع المستندات المخزنة مؤقتا أندركي للت حديد. محو ذاكرة التخزين المؤقت، إزالة المستندات المخزنة مؤقتا،
هذه ما راح اضغط عليها انتر، خلي يمكن ان مخزن المستندات مؤقتا لي فيها غرض ما بيعمل عليها انتر، ولكن من خلال الانتر على هذا الخيار نقوم بمحو الذاكرة المؤقتة. تم التنقل الى اعلى انتر كي لغة حديد، عبارة التنقل إلى أعلى بعد أن نضغط على مفتاح المهمة رقم 3 تفيد بأن القوائم قد انتهت، ونضغط على مفتاح المهمة رقم 4 حتى نخرج. فتح درجة التنقل الانتركي لغة حديد، طبعا فتح درجة التنقل احنا وصلنا فيه إلى تم عرضت الأحدثين تمت مشاركتها مميز بنجومان بالاتصال الانتركي المحملات الانتركي الاعدادات لغة حديد المساعدة والتعليقات انتركي. وبعدين في عندنا المساعدة والتعليقات، تستطيع أن طبعا تأخذ نبذة عن هذا التطبيق، وتستطيع أن ترسل الفيدباك إذا عندك مشكلة أو استحسان على حسب رغبتك أنت. يعني فتح تطبيق جوجل درايف انتركي لغة حديد، فتح تطبيق جوجل درايف الآن هذا ليس موضوعنا، طبعا كل تطبيقات جوجل ترتبط بالجوجل درايف ومن ضمنها المستندات، تستطيع من هنا أن تضغط على الانتر وتفتح تطبيق الجوجل درايف، وهو طبعا تطبيق سحابي تستطيع من خلاله إدارة ملفاتك في جوجل. جوجل درايف ما لا نريد فتحه الآن. تم تسجيل الدخول إلى www@gmail.com انتر كي لغة حديد. عدنا من حيث بدأنا، إذن هذا هو درجة التنقل الذي قمنا باستعراضه. نضغط مفتاح المهمة رقم 4 حتى نغلقه. وبعدين نواصل سباحتنا في مستندات بمفتاح المهمة رقم 3. مستندات يذكر لنا عبارة مستندات، وهي عبارة عن عنوان رئيسي وفيها أو بعدها البحث الانتركي لغة حديد. البحث تستطيع أن تضغط على مفتاح الانتر وتبحث عن أي مستند من المستندات التي تريد الوصول إليها مباشرة، تماما مثل ما تبحث في متجر جوجل بلاي أو في يوتيوب أو في أي من تطبيقات جوجل، ما في شيء مختلف. بمفتاح المهمة رقم 3 أيضا عرض كشبك انتركي لغة حديد، عرض كشبكة. القائمة قائمة الخيارات والمستندات هي الآن موجودة أمامنا كقائمة، نستطيع أن نعرضها كشبكة. طبعا هذه تبين معنا عندما نحرك مفتاح المسافة مع النقطة الرابعة أو المسافة مع النقطة الأولى روحة وغدوة، هذه تستطيع أنك أنت تعرضها كشبكة بدل القائمة، هي افتراضيا معروضة كقائمة، أنت باختيارك، أنا متاركها كقائمة، والضغط هنا على الانتر يحولنا من القائمة إلى الشبكة، وهذا يظل خيار خاص بك. بعدين الترتيب بحسب انتركي لغة حديد، الترتيب بحسب، تريد أن ترتب ملفاتك بحسب ماذا؟ هل بحسب نضغط انتر هنا الترتيب بحسب الاسم انتركي لغة حديد الاسم أو تاريخ آخر تعديل انتركي لغة حديد تاريخ آخر تعديل أو آخر تعديل أجريته انتركي لغة حديد آخر تعديل أجريته أو خيار الترتيب المحدد حاليا آخر ما فتحته يبين لنا بعدين أنه خيار الترتيب المحدد هو آخر ما فتحته. إذا نستطيع أن من خلال الترتيب بحسب أن نرتب الملفات حسب الطريقة التي نراها مناسبة، اسم، تاريخ، آخر تعديل، آخر ما فتحت، هذا يرجع إلى رغبتك الشخصية، الافتراضي هو آخر ما فتحنا. نضغط مفتاح المهمة رقم 4 حتى نخرج من هذه القائمة اللي هي الترتيب بحسب. الترتيب بحسب انتركي لغة حديد. طيب نضغط مفتاح المهمة رقم 3 أيضا. بتن فتح المستند انتركي لغة حديد. فتح المستند لنا فيها غرض ولكن نواصل. بتن المزيد من الخيارات انتركي لغة حديد. المزيد من الخيارات سنواصل أيضا، سنعود لها ولكن نواصل. لست أمس آخر ما فتحته انتركي لغة حديد. أمس آخر ما فتحته. إذن هنا خلصنا من الخيارات والقوائم الرئيسية، بدأنا تلقائيا في الدخول أو في استعراض الملفات اللي موجودة في تطبيق المستندات باتصال وبالاتصال. أنا بما أني مفعل خاصية التشغيل بالاتصال، في عندي
لستاندي ومستندات جوجل مميز بنجما تم الفتح بواسطتي. 18 مستند انجليزي حديد. باتون مزيد من الاجراءات للمستند لم يوينتر. تستطيع ان تعمل مزيد من الاجراءات للمستند اذا ضغطت على مزيد من الاجراءات. ايش اللي موجود؟ اضافة اشخاص من تركي للت حديد. تستطيع ان تضيف اشخاص بمعنى ان تشاركهم المضافين عندك بحسابات جوجل. الحصول على الرابط من تركي للت حديد. الحصول على الرابط، هذه ميزة رائعة جدا. المستند الذي تحرره او تصعده الى المستندات في جوجل تستطيع ان تحصل على رابطه تماما مثل ما يحصل في دروب بوكس، وترسل الرابط الى من تشاء. وعندنا كذلك ارسال نسخه من تركي للت حديد. ارسال نسخه، تستطيع ان ترسل نسخه من هذا المستند عبر اي من الوسائط التي تريد، وتستطيع يعني عبر هذه الوسيلة أن توصل المستند. تنزيل أنتر كي للت حديد. تنزيل بمعنى أنه هذا المستند بما أنه على خادم الجوجل تستطيع أن تنزله ثم تحفظه بأي وسيلة كانت. ما زلنا يعني نتعامل مع هذا الأمر تماما مثل ما يحصل في أي من الخدمات السحابية. رائع هذا التطبيق. نقل انتر كي للت حديد. تستطيع ان تنقل و سويتش اوف متاح بلا اتصال ايقاف انتر كي للت حديد. متاح بلا اتصال ايقاف، انه هذا الملف هذا الملف تحديدا هو ملف مصعد على الخادم لكنه غير متاح بلا اتصال، هو معمول ايقاف، راح اعملها تشغيل. شارك سويتش اوف متاح بلا اتصال تشغيل انتر كي للت حديد. خلاص، اذا اصبح هذا الملف استطيع ان ادخل عليه باتصال وبلا اتصال تحديدا هذا الملف. يعني التمييز بنجمة تشغيل انتر كي للت حديد. التمييز بين نجمة تشغيل اللي هو اذا اردت ان تميزه او لا تميزه. استعادة تسمية انتر كي للت حديد. تستطيع ان تعيد التسمية، رينيم، تستطيع ان تعيد التسمية. المسمى هو الان بمسمى انجليزي، انا ما راح اعيد التسمية لانه يعني هذا امر عادي معروف لديكم كيف نعيد التسمية. طباعة انتر كي للت حديد. تستطيع ان تطبع ايضا، تستطيع ان تطبع، ومع الطباعه لنا تسجيل اخر ان شاء الله غير موضوع هذا التسجيل، سيكون لنا معها وقفه ولكن نخليها بعدين، خليكم تشتاقون. والطباعه هي انشاء نسخه من تركي للت حديد. ايضا بعدها في عندنا انشاء نسخه، تستطيع ان تنشئ نسخه اخرى منه. حفظ بالتنسيق والربط دوكس انتر كي للت حديد. تستطيع ايضا ان تحفظه بتنسيق وورد، يعني هو معمول تي اكس تي، انت عامل ملف حررته او انك صعدته تي اكس تي، تستطيع ان تحفظه بتنسيق وورد. المستندات في جوجل يدللك التفاصيل انتر كي للت حديد. تستطيع ان تدخل على التفاصيل وتعرف الملف متى تم تحريره وكم حجمه وما الى ذلك. ازالة انتر كي للت حديد. وتستطيع ان تزيله، تحذف الملف. نقل انتر كي للت حديد. وعندنا نقل ايضا مره اخرى. سويتشن متاح بلا اتصال تشغيل انتر كي. خلاص، اذا انتهت الخيارات اللي تخص اجراءات الملف ذاته. باتون مزيد من الاجراءات للمستند لم ولما نواصل ليست بودي واحد دوك مثل صفحه الملفات الاخرى تم الفتح باتون مزيد من الاجراءات للمستند ليست صرت لونج انتر دوك مثل صفحه وير مشترك تم باتون مزيد من الاجراءات ليست توزيع مقررات المرحله المتوسطه هذه كلها ملفات حتى 2016 مسجد دوكس مثل صفحه وير تم الفتح بواسطتي 18 من اكتوبر انتر كي للت حديد. يبين لنا حتى تاريخ الفتح. على فكرة هذه ملفات قديمة، ها ملفات بعضها يمكن صار لها سنتين، ولكن أنا مع التجارب لأني فتحتها ففتحت لكم الملفات أصبحت كلها مفتوحة أمس. لو أنت عندك ملف مفتوح بتاريخ 1 نوفمبر 2016 راح تجده الملفات اللي فتحت في عام 2016 وما إلى ذلك. خلونا نروح الآن إلى الجزئية المهمة جدا، فتح المستند وترتبط أيضا بتحرير مستند جديد، راح أقول لكم ليش. باتون مزيد من لستم ديو مستندات كو لست أمس باتون المزيد من الخيارات باتون فتح المستند انتر كي فتح المستند. فتح المستند لما نضغط على انتر شوفوا إيش اللي راح يطلع لنا. ضغطنا الآن انتر فتح من على فتح المستند، ظهرت لنا عبارة فتح من. في عندنا خيارين، أول خيار هو لست جوجل درايف انتر كي للت حديد من جوجل درايف، أو لست
تست، وحدة تخزين الجهاز انتر كي للتحديد. وحدة تخزين الجهاز. راح نمر سريعا على الجوجل درايف لأنه أمرها بسيط، ولكن راح نوريكم إيش اللي ممكن يحصل. نعود لها. جوجل درايف انتر كي للتحديد. طبعا بمفتاح المهمة رقم 3 نتحرك، وبمفتاح المسافة مع المهمة رقم 3 نعود إلى الخيار السابق. نضغط على الجوجل درايف أو فتح من جوجل درايف. طبعا طبيعي التنقل الى اعلى اصبحت عباره مالوفه لمستخدمي البولاريس. بعدين اختيار عنصر المجلد الحالي ملفاتي. اختيار عنصر المجلد الحالي ملفاتي. ما هي ملفاتي؟ ملفاتي هي اللي قبل قليل تنقلت معكم بينها، وهذا هو المجلد الافتراضي دائما. لما تفتح المستندات وانت متصل بالإنترنت فتلقائيا أو تختار فتح المستند فتح من جوجل درايف تكون على ملفاتي. ربما يكون لديك مجلدات أخرى، مثلا عندي أنا حاجة اسمها لست المجلدات انتر كي للتحديد. الاوتلوك مجلد تم التعديل الأول من يونيو 2015 انتر كي للتحديد. اوتلوك في مجلد عندي اسمه اوتلوك وتم تعديله الأول من يونيو 2015، قديم ما تعبثت فيه من زمان. هذا المجلد ما راح أتعرض له لأنه الملفات اللي فيه أصلا صوتية مش نصية، لكن ما يهمني هو أننا أولا نستطيع في الجوجل درايف أن نضع مجلدات وليس فقط ملفات، ومن خلال تطبيق المستندات المصاحب لنجمنا البولاريس نستطيع أن نختار أي من المجلدات اللي وضعناها في داخل المستندات، وطبعا نلج إليها عبر الجوجل درايف بأي وسيلة كانت، وما في وسيلة أفضل من البولاريس. نضغط مفتاح المهمة رقم 4 ونعود إلى الخيار الذي يهمنا هنا. مستند بتن فتح المستند انتر كي للتحديد. فتح المستند فتح من لست جوجل درايف انتر كي لست وحدة تخزين الجهاز انتر كي وحدة للتحديد. تخزين الجهاز. ننتبه، يفترض هنا أن تظهر لنا إذا ضغطنا الانتر المجلدات الخاصة بجهاز البولاريس وحتى كرت الاس دي كارد أو فلاش اليو اس بي اللي هو موصول بالبولاريس، لكن قد لا تظهر. إذا لم تظهر إيش نعمل؟ خلونا نضغط الانتر أول شيء. عرض الجذور انتر كي للتحديد. في حاجة اسمها عرض الجذور. نضغط انتر نشوف ما في شيء يتحرك. نمشي بالمهمة رقم 3 الأخيرة. الأخيرة نضغط انتر ما في شيء يتحرك. بتن عرض الشبكة انتر كي للتحديد. نفسي حتى عرض الشبكة. راح نضغط انتر ما في شيء يتحرك. ايش اللي نعمل؟ بتن المزيد من الخيارات انتر كي للتحديد. المزيد من الخيارات. هنا مسألة مهمة. نضغط عليها انتر. إظهار بطاقة SD انتر كي للتحديد. إظهار بطاقة SD. إظهار بطاقة SD هنا يعني إظهار كافة المجلدات الخاصة بالبولاريس وأدوات التخزين التي قد تكون موصولة به من SD كارد أو فلاش. طبعا يقول قائل يعني هذا المصطلح ربما يوحي بأنه يخص SD فقط. نعم، ولكن هذه مسألة بسيطة، يعني هذا مصطلح يعني قريبا إن شاء الله سيتم تعديله مع التحديثات القادمة لي يعني يتوائم مع الغرض المراد منه. ولكن الآن وريثما يتم هذا التعديل علينا أن نفهم أنه في حالة عدم ظهور المجلدات لنا عند اختيار فتح من وحدة تخزين الجهاز نختار مزيد من الخيارات ونقف على إظهار بطاقة SD ونضغط الانتر. لما نختار إظهار بطاقة SD ونختار طبعا فتح من وحدة تخزين الجهاز راح يظهر لدينا خيار اسمه الأخيرة. بتن عرض الشبكة. بتن المزيد من الخيار. قائمة يعرض صفر. ليس هناك أي لحظة. لست الأخيرة انتر كي. لست التنزيلات انتر كي. لست وحدة تخزين داخلية 46. وحدة تخزين داخلية. داخلية انتر كي. وحدة تخزين داخلية. أنا سأختارها الآن بالضغط على انتر. لست وحدة تخزين. لست كلوك بارد. السابعة
17 وسنتنقل أكتوبر أيضا بمفتاح المهمة رقم 3 لست أول الرسفس 17 من أكتوبر ينتر كي للتحديد. شوف المجلدات لست البريد الإلكتروني هذا مجلد أكتوبر ينتر لست ألارمز الثاني والارم لست أندرويد الثاني أندرويد. من أكتوبر ينتر لست دازي الثاني من ديزي. أكتوبر ينتر لست داتابيس الثاني من أكتوبر ينتر كي لست دي سي أي أم ودي سي أي أم لست دوكيومنتس دوكيومنتس إلى آخره من المجلدات اللي موجودة في وحدة تخزين البولاريس الأصلية. طبعا لو كنت أنا مركب فلاشات فلاش أو اس دي كارد أيضا راح تظهر لي يعني غير وحدة تخزين الداخلية راح يظهر لي أيضا الاس دي أو الفلاش إذا كنت أنا مركبة. أنا مش مركبة ولكن الفكرة واحدة، أنت إذا مثلا حاب تختار الاس دي او الفلاش اللي انت مركبه لا تضغط انتر على وحده تخزين داخليه وانما واصل بمفتاح المهمه رقم 3 وراح تجد الاقراص اللي موصوله بالجهاز واختر منها ما شئت. انا الان اخترت الوحده الداخليه ومن الوحده الداخليه ساختار دوكيومنت دوكيومنت اوكي هذا لست تي اكس تي 18 من اكتوبر ينتر كي للتحديد هذا في ملف تي اكس تي أنا كنت عاملة بالأمس. خلوني أفتحها من خلال الانتر كذلك. بتن عرض جذور انتر كي للتحديد. تي اكس تي انتر كي للتغيير. إذا حاب إنك تغير الملف. بتن بحث انتر كي بتن ترتيب بحسب انتر. بتن عرض الشبكة انتر. بتن المزيد من الخيار. قائمة يعرض صفر. ليس هناك أي عناصر. مش تي اكس تي تي اكس تي. لست تي اكس تي الثامن. لست مور. 18 من أكتوبر لست تجربتي تجربتي نعم 7.23 18 من أكتوبر ينتر كي للتحديد سيظهر مجلد إذا اخترت الدوكيومنت سيظهر مجلد اسمه TXT وتظن أنت أنه هو اسم ملف لا أنا في عندي ملف مخزن بالدوكيومنت اسمه تجربتي راح أفتح تجربتي من خلال الانتر نضغط عليه كذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستن ريسنتر بولنتر وردوكس جميل فتح لي الملف وطبعا أنا كنت كاتب هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستندات مستندات طيب كذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستن ريسنتر بولنتر وردوكس راح أضغط الانتر حتى أتمكن من التحرير قوقل مستندات قوقل شوف الآن مستندات قوقل هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستندات قوقل هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستندات جوجل الآن انفتح الملف وانفتحت منطقة التحرير فيه الجميل أن كل ما تعودتم عليه في معالج النصوص من نسخ ولصق وقص وتحديد بشكليه التحديد الكامل أو تحديد جزء من ملف كلها متاحة هنا وبنفس الطريقة لذلك أنا سأقوم بتحديد الكل الانتر مع حرف الاي تحديد الكل نعم وسأقوم بعملية النسخ اكتمال النسخ عملنا النسخ خلاص أنا الملف راح أخرج منه راح أخرج من الملف وأخرج حتى من تم التعديل فتح المستند مستندات برو خلاص الآن حتى راح مستندات. افتح المستند مرة اخرى واعود الى الجزئية الاخيرة الجزئية الاخيرة اللي هي اول ما يواجهنا حين نفتح تطبيق المستندات وهي بتن قائمة مستند جديد انتر كي مستند جديد مستند جديد انا اجلتها عمدا طبعا نستطيع ان نقوم بتحرير مستند جديد خلونا نفتح بالانتر بتن ملف مستندات جديد انتر كي للتحديد ملف مستندات جديد ولو لو نمشي بالمهمة رقم 3 اغلاق القائمة انتر كي للتحديد في عندنا اغلاق القائمة بتن ملف وورد جديد انتر كي للتحديد او ملف وورد جديد ماذا تريد ان تعمل يعني بتن ملف مستندات جديد انتر كي يعني تستطيع ان تختار ملف وورد جديد او مستندات جديد يعني شيء جميل جدا يعني يدللك احنا خلينا نكون بسيطين شوية ونختار مستندات جديد تم فتح المستند بلا عنوان مع توفر أذونات بالتعديل لاحظوا يقول لك تم فتح مستند بلا عنوان
مع وجود أذونات بالتعديل تستطيع أن تعدل. وهذه طبعا طريقة جوجل دائما في الدقة بالعبارات. الآن نحن في منطقة التحرير، وحتى نستطيع أن نحرر نضغط انتر. خط جديد، ضغطنا الانتر، عملنا خط جديد، نستطيع أن يعني نستطيع أن نعمل باك سبيس. الآن الملف فاضي، الملف فاضي بالمرة. نستطيع أن نحرر، ولكن أنا ما راح أحرر ولا راح أكتب ولا حرف. ليه؟ لأنه أنا نسخت من خلال الملف اللي أنا فتحته اللي هو تجربتي، نسخت الملف أو محتوى الملف كاملا، وسأعمل الآن موضوع اللصق، الانتر مع حرف الفي. لصق. هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستندات جوجل. هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستندات جوجل. نقوم الآن بتحديد الكل. تحديد الكل. طيب ليش حددت الكل يا أستاذ بدر؟ ما أنت قلت لنا أنه النسخ واللصق والقص نفس الشيء. حددت الكل ليش؟ أنت حاب تتفلسف ليش؟ في أمور أخرى غير موضوع التحديد ميزات يتيحها لنا تطبيق المستندات. خلونا نمشي بمفتاح المهمة رقم 3. تم يعني خلاص أنت أنهيت موضوع تحرير الملف وحاب تقوم بعملية الحفظ. نمشي أيضا بمفتاح المهمة رقم 3. تراجع، إذا كنت قمت بأمر ما تتراجع عنه. وعندنا إعادة اللي هي إعادة التراجع عن الأمر. وفي عندنا تنسيق، التنسيق فيه أشياء كثيرة. عندنا كذلك في المهمة رقم 3 عندنا الإدراج، وعندنا أيضا خيارات إضافية، وعندنا أيضا لم يتم التحديد عريض. لم يتم التحديد عريض، هنا بدأنا ندخل في أشكال الخطوط. في عندنا عريض، وفي عندنا لم يتم التحديد مائل، وفيه لم يتم التحديد تسطير. أنا راح أختار عريض. خليني أمشي أعود مرة ثانية بالمسافة والمهمة رقم 3. لم يتم التحديد عريض، تم التحديد عريض. الآن أصبح النوع الخط أو عريض. عريض ليه عريض؟ لأنه أنا قمت بتحديد المحتوى فأستطيع أن أقوم بإجراءات. لم يتم التحديد مائل. وفي عندنا مائل، وفي عندنا لم يتم التحديد توسيطه خط لون النصي اللون المحدد. لم يتم التحديد توسيطه خط. أستطيع أيضا نعمل توسيط، أعمل توسيط اللي هي السنتر، أعملها انتر. تم التحديد توسيطه خط وأصبح المحتوى في الوسط. في عندنا بتن لون النصي اللون المحدد حاليا أسود. اللون المحدد حاليا أسود، لو أضغط انتر لوحة لون النصي. شوف بتن عائلة الألوان رمادي انتر كي للا تحديد عائلة الألوان. شوف كأنك في الوورد، جميل جدا. بتن عائلة الألوان أحمر طوبة انتر كي للا تحديد. كل لون صار عائلة ما شاء الله. بتن عائلة الألوان أحمر انتر كي للا تحديد. بتن عائلة الألوان برتقالي انتر كي للا تحديد. كمان بتن عائلة الألوان أصفر انتر كي للا تحديد. أنا أصفر، أنا أشجع نادي القادسية عندنا واللبسة أصفر، فأنا انحيازا أختار الأصفر. تم تحديد عائلة الألوان أصفر، تم اختيار اللون. بتن عائلة الألوان بتن عائلة الألوان أصفر انتر كي للا تحديد. خلاص الآن صار في عندنا اللون أصفر، احنا حددناه. إدت بوكس تسبل كذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق بتن تم إي إس سي. وفيه بتن تراجع. خلونا نشوف التنسيق مثلا. بتن التنسيق ريسف انتر كي تورن. تم التحديد بتن تم التحديد علامة التبوي بنص واحد من اثنان انتر كي للا تحديد. وفيه بتن علامة تتبوي بالفقرة اثنان من اثنان انتر. علامة تبويب النص وعلامة تبويب الفقرة، تستطيع أن تنسق النص وتستطيع أن تنسق الفقرة. يعني نستطيع أن ننسق بالشكل الذي نريد، هل هي فقرة أم نص. بتن علامة تتبوي بالفقرة اثنان من بتن التنسيق. وفي عندنا إدراج مثلا، بتن إدراج الريس فنتر. خنشوف إيش نستطيع أن ندرج. إدراج عرض العناصر من واحد إلى ستة من إجمالي سبعة. يعني العناصر كثيرة. في عندنا لست رابطا انتر كي للا تحديد. نستطيع أن ندرج رابط ونستطيع أن ندرج لست تعليقا انتر كي للا تحديد.
تعليق ونستطيع أن ندرج لست صورة فتح اللوحة صورة انتر كي للحديد. صورة يا سلام نستطيع أن ندرج لست جدول فتح اللوحة جدول أيضا للحديد. لست ويأفقى ينتر كي للحديد. ونستطيع أن ندرج خط أفقي لست فاصل صفحة انتر كي للحديد. وفاصل صفحة وهكذا. يعني كل الأمور اللي تعودت عليها في الوورد تستطيعون القيام بها عبر تطبيق مستندات. كل ما عليكم هو التنقل بمفتاح المهمة رقم 3 والضغط على الانتر لاختيار أي عنصر تريدون، ثم من العنصر اختاروا أي شيء ترغبون باختياره. طبعا العناصر كثيرة، ولو يعني استعرضناها كلها لأخذنا وقت طويل، لا تحتاجونه، ولكن أنتم تضعون قدمكم على السلم وبعد ذلك ستستطيعون الصعود لوحدكم. كل ما في الأمر أننا سنعمل الآن بتن التنسيق الرسفن بتن إعادة الرسفن تم تراجع بتن تم هذا تم حديد. تم التعديل تم التعديل. شايف الآن الملف موجود عندنا وتحت يدي. هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستندات جوجل. ولو أمشي بمفتاح المهمة رقم 3 في عندي خيار اسمه تعديل. هذا الخيار لم يكن موجود حين فتح الملف لأول مرة ولكنه أصبح موجود الآن. أضغط عليه انتر مستندات قوقل. أمشي بمفتاح المهمة رقم 3 بتن تم اي اس سي انتر كي بتن تراجع الريسبن انتر كي تورن. شوف بتن تم اي ادت بوكس تسبلد. هكذا نتعامل بسلام بتن المسافة البادئة الريسبن انتر كي تورن. طبعا هذا المسافة البادئة هذا قبل النص الموجود. بتن تحريك إلى مستوى أعلى الريسف انتر كي تورن. في حاجة اسمها تحريك إلى مستوى أعلى تك بوكس لم يتم التحديد الأرقام الريسف انتر. هذه كلها الأمور اللي كنا بدأنا نستعرضها قبل شوية بمفتاح المهمة رقم 3. لو فتحنا الملف وقمنا بالتحرك عبر المسافة مع المهمة رقم 3 راح ندخلها ولكن من البوابة الخلفية من الاختيارات الأخيرة. فإذا نستطيع أن نحدد اختياراتنا. إن كانت اختياراتنا من أوائل الاختيارات نسير بمفتاح المهمة رقم 3. إذا كنا نريد أن نختار عناصر في آخر الاختيارات نستطيع بالمسافة ومفتاح المهمة رقم 3 أن نصل إليها بشكل سريع. بتن تحريك إلى مستوى إدت بوكس تسبلد. هكذا نتعامل بسلام. شوف بتن تم إي إس بتن تراجع الرسم بتن إعادة نفس التنسيق الرسم انتر كي تورن. نفس الحاجات كلها. بتن تم إي إس سي فإذا إدت بوكس تسبلد. هكذا بتن تعديل ألف أو بتن التنقل إلى أعلى. هذه كلها التنقل إلى أعلى. عنوان المستند بلا عنوان زر إعادة التسمية تم حفظ كل التعديلات في الألت أر انتر كي إذا قمنا بعملية التعديل وقمنا بعملية تم أول عنصر بعد التنقل إلى أعلى مستند بلا عنوان. مستند بلا عنوان نضغط عليه انتر نستطيع أن نعيد تسميته مستند إدت بوكس تسبلد. هكذا نتعامل بسلاسة مع تطبيق مستند ريسنتر بولنتر وردتكس. راح أنا يعني أعمل عملية الإعادة مستندات قوقل مساء لا قاب وقاب متاء نتاء سي مقاب يباء. هو ماخذ العنوان من النص مساء ذاك هلا بتن الغاء الريسفنتر كيتو رن ادت بوكس تسبل الريسنتر بولنتر وردو تكس. استطيع مثلا ان اسميه همزة تحت الالف ضاد الف همزة تاء مربوطة. سميته اضاءة عنوان المستند اضاءة زر الاعادة بس تم وتمت العملية ولله الحمد سميناه اضاءة. إذا كل شيء في تطبيق المستندات مررنا عليه وعليكم أن تسبحوا في البحر العميق الذي سنصاحبكم في السباحة عبر عبابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا شكرا لإصغائكم ونرحب بمداخلاتكم، ومع درس جديد وفارس آخر تتوالى لقاءتنا في عهد البولاريس. مع تحيات الناطق للتكنولوجيا بيت التقنيات البصرية العربي الأول. www.natic.com